السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحباتي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة. موضوعنا اليوم على جهاز ريفوليسيون جالاكسي. أقوم بالشرح على هذا الجهاز، طريقة البحث وطريقة إضافة التردد وطريقة هدف القنوات وطريقة ترتيب القنوات. أولا طريقة ضبط المصنع، يعني باردوفو ميني، نختار تحميل القيمة الافتراضية يعني ضبط المصنع. نقوم بإدخال 4 أصفار هكذا، ثم نختار نعم، ثم أوكي وننتظر. أول جهاز الآن اشتغل. اولا نختار ميني، تاني نختار ميني انستالاسيون، ثم نختار القمر، مثلا نختار نيوست، ها هو نيوست. الدخول الى التردد نضغط على ريكال، ها هي نختار وفي الريموت، هيا نقوم بالضغط عليها. الآن تم اختيار التردد. مثلا نريد إدخال التردد الجديد، نضغط على الزر أحمر هكذا. مثلا نقوم بإدخال تردد القنوات المغربية 11 4 74، ثم أوكي، ثم 27500، ثم أوكي. نختار الارتكال، ثم صب، ثم اوكي. ها هو التردد، ها هو السينيال، يعني 40%. لكي نقوم بالبحث في التردد نضغط على الزر ازرق هكذا، ثم شير. والان تم ادخال القنوات على التردد. الآن طريقة البحث في القمر، يعني أول الميني، ثم انستالاسيون، ثم أوكي. الآن تم اختيار نيلسات هكذا. هنا اختيار أما قنوات الراديو مع قنوات التلفزية، أو اختار ما تريد. يعني إذا تريد القنوات التلفزية فقط تختار تيفي. هنا نو، سوف نحولها يس لكي يقوم بالبحث الشبكي. هنا نختارها مثلا الى هذه الخاصية بلين سكان، ثم نضغط على الشارج هكذا، ثم ننتظر حتى تدخل القنوات. هي القنوات الان تدخل. بعد الانتهاء يعني من البحث نقوم بالخروج هكذا، ثم نختار يس اوكي. الان طريقة الحذف وترتيب القنوات، يعني سوف نختار تي في شانيل ليست. طريقة قفل القناة، نضغط على الزر احمر هكذا، ثم ندخل كود. ثم نختار اما قفل هنا، اما قفل يعني القمر كلي هنا، اما قفل البقاء، اما هنا قفل القناة. مثلا نختار قفل القناة. الان تم قفل القناة فقط. مثلا نريد ترتيب القنوات، نضغط على الزر الاصفر على هذا الشكل، ثم نضع العلامة على القنوات التي نريد مثلا تحويلها، مثلا هكذا. سوف أقول مثلا تحويل هذه القنوات إلى هنا، إلى 100 إلى 137. سوف أضغط على الزر أنفو من الريموت
هو هكذا. الآن تم تحويل القنوات إلى 137 138 139 140. الآن طريقة حذف القناة، تظهر على الزر الأزرق هكذا، ثم نضع العلامة على القناة التي نريد حذفها، مثلا على هذا الشكل. هي القناة التي وضعنا عليها العلامة، سوف نقوم بحذفها. نضغط مرة أخرى على الزر الأزرق هكذا كي نقوم بحذف هذه القنوات. نضغط على الزر الأزرق ثم يس، تم الآن حذف هذه القنوات. هذا كل شيء. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.